لتفادي تمركز الدهون على مستوى البطن وكذلك على مستويات اخرى في الذات ديالنا، فواجب علينا ان يكون عندنا نمط عيش سليم. ملي كنهضروا على نمط العيش السليم فاحنا هنا ولا بد اننا نتكلموا على اشياء اخرى من غير التغذيه السليمه والمتوازنه. دونك من غير تغذيه سليمه متوازنه متنوعه اللي يكون فيها جميع المجموعات الغذائيه حاضره، فواجب علينا اننا كل نهار نقوموا بحركه منتظمه اللي كتناسب حنا شنو كنقدروا نقوموا به كحركه رياضيه كل نهار. وكذلك ما نساوش أننا نأخذ كمية كافية من الماء كل نهار. كذلك من غير الماء والتغذية السليمة في نمط العيش السليم فالنوم أساسي جدا ومهم باش أن صحتنا تكون مزيانة وباش الداس ديالنا تقدر تستعمل جميع المواد الغذائية لإنتاج الطاقة في واحد الوقتات معينين من النهار ديالنا. فمن يكون النعاس ديالنا ما مقادش فكذلك حتى لو ستوكاج أو لا ما يسمى بالتخزين ديال الدهنيات ما كيدارش بطريقة سليمة. إذن التغذية متوازنة، نشربوا الماء بكميات كافية، النوم والحركة المنتظمة، هادو كلهم من أساسيات نمط العيش السليم باش نتفادوا تمركز ديال الدهون سواء على مستوى البطن أو على مستوى الذات ديالنا ككل.